افراح اهل المدينه من فتره احنا ما عندنا، يعني صار فتره انه ما وصلت لنا هاي الفقره، يعني الفقره رجعت من جديد اللي هي افراح اهل المدينه. فاحنا ايضا دعوه لكل من عنده حفله تخرج، حفله خطوبه، حفله زواج، عيد ميلاد، نحب انه يحب انه يعرضها في برنامجنا اهل المدينه. هذه دعوه لكل الناس اللي ينطونا دعوه حتى نرسل مراسل ومصور ونشارككم هذه الفرحه. من السليمانيه الفرحه اليوم حفله زفاف ديلان وشادي، شاركوهم الاهل طبعا والاصدقاء هذه الفرحه. نروح نشوف من السليمانيه هذا الزفاف ونرجع. نرحب بكم من مدينة السليمانية. كاميرا أهل المدينة حضرت اليوم حتى تغطي لكم أحد الأعراس الكردية اللي تقام في المدينة. ابقوا لنا نتعرف على كيفية مراسيم هذه الحفلة اللي هي حفلة ديلان وشادي. ابقوا معنا. مرحبا سرتشان. ناوي بلدتي؟ شادي. شادي خان بيروز بيت لي اكين هو داري جانك خوش بو اخازي. زور سباز ممنا سباز. شي دالاي با ديلان بام رجلا؟ بيالام بيروز مام با إشاء الله جانك خوش و خوش مات. اي شي دالاي با جان بابو اوانك يعني وين زواج كن؟ والله بيانا لام إشاء الله هميان بسر كوتوية مرحلة ببرنو. جانك خوش و بختوريان بو خازم. طبعا هي هن تعريسها ديلان، نتمنى تقول نتمنى انه نعيش حياه سعيده وتنصح الشباب او تتمنى لهم الخير وانه يتوفقون بحياتهم كل اللي ناويين يتزوجون. ننتقل الان الى العريس. مرحبا ديلان. صرت عام بخير بي. في روز بي. زور زور سباز ممنونم. تي الله يبا شادي بمراجل. في روز باي لي كم ان شاء الله جانك خوش وبردوام معنا به. چند مانگا دزگیران کتن بو؟ ماوی دزگیران؟ من سه مانگ. بله. چی دلی با آوانه که ایان نوی زواج کن؟ بله ایوادارم همو گنجه یک ام روشه ببینه، اما سنتی که حیاتا روشه که زور خوشه لجان ما. ایوادارم انشاءالله همو کس بخوشی و بشادمانی و ببختواری انشاءالله جان پیک بینه. طبعا يقول طبعا هن عروسه بالبدايه ويقول انه مده خطوبتنا كانت 3 اشهر، واتمنى لكل الشباب انه يستقرون ويتزوجون ويعيشون حياه سعيده لانه هي سنه الحياه ولازم كل شخص انه يتزوج. اي شلون تعرفت كذا قالك؟ والله صدفه ابو اوكي يا لدايره بيك ابوي. اي يعني هل زواج تقليدي ابو زواجك؟ نعم نعم يا كثير ما عم بضل بو انت بلا عشان ما يكتري كان ناسي والله تقريبا حفتك دو حفته بلا. طبعا هم زوجه ويقول مو زواج تقليدي، هي ويا بالدائره، فانه مده خطوبتهم شافها لمده اسبوع اسبوعين وراسا اجى خطبها وتقدم لها، فكان يعني تقريبا عن حب. كاك كاظم والد العريس ديلان. مرحبا كاك. اهلا وسهلا. هلا مرحبا يا هلا بيك. طبعا مبارك عليكم زواج ابنك ونتمنى لهم الحياه السعيده ان شاء الله. الله يخليك، واني هم اشكركم على زيارتكم للقناه الشرقيه ونهلي بكم واللي بهالمناسبه السعيده الحلوه. شكرا جزيلا. احنا نشكركم على استضافتكم هنا. اي والله اني احنا هم نشكركم ولجيتكم وفرحانين كلش بهالجيتكم اللي مناسبه زواج ابني ديلان. تحب تقول له هذا اليوم؟ والله اقول له ان شاء الله زواج سعيد وتقضون حياتهم بخير وبسعاده، وان شاء الله اتمنى لكل بنات والولد يتزوجون وان شاء الله يدخلون. اي والله. زين عمو، تقدر تحكي لنا على ايام زمان شنو يفرق عرسكم يعني انتم بجيلكم عن هسه؟ والله قبل شيرين خان ايام زماننا قبل مثلا تمشي لك على بنيه يقبلون، عاد مو زواج مو بهالشكل،
تشتري له شويه ذهب يعني حلقه وما ادري شنو قضايا وملابس ولا اللي النفس اليوم يزفون لك ياو ماكو لا ما قعاد ماكو ذاك الوقت ماكو هالحفلات لو تاخذ ايدها توديها لبغداد اذا انت بالقريه لو بالناحيه لو بالقضاء تروح للمحافظه تاجل في يومين ثلاثه بالفندق احلى فندق وترجع لمكان حضرتك طبعا من سكنت اهالي مدينه السليمانيه بل اني من اهالي السليمانيه من اهل السليمانيه وهاي صار لنا ما شاء الله عمري 55 سنه هاي صار لنا سنين يعني هنا ولايتنا ومحافظتنا الله يعطيك الصحه والعافيه ونتمنى لهم الحياه السعيده ان شاء الله عليك الله الله يستر عليكم انتم هم يعني. وننتقل الى والدتك العريس مرحبا تشاو بخير يا خسر تشاو ماتي ايتشي دلاي بديلان وبشادي بمروجه يعني شادي هميشه ان شاء الله الخوش يا ابن وداي سركوتيان بوكم تبيش بخواي غير ان شاء الله يعني زوزو الخوش يعني بيت هي وادار من حمدني حساب شركه من زوزو الذي لان رازم خواي غير حسايب القابي خوف يا غمديك تس خوشيش ليوا كان زور سفاز بخاطه تن بديلان شادي بخشي زور سفاز بو ازاي شرقيش ممنون تاني دستان خوش بيو سرسر سرسر مبارك بيهم تستكان تن خوش بيو ممنون سفاز بخو بلندشتان ساخ بي دعوي سركوتيان توكم بوختان ويزعكتان شيرين احسن مضيعه طبعا هي باركه العريس والعروس وتتمنى لهم الحياه السعيده والامان والسلامه وايضا شكرتنا وشكره جيتنا وشكره تلفزيون الشرقيه على تغطيتهم لعرس ابنهم تشدري بقنجان اوانك زواج اكن تشبي عند ري وكو بيامك وكو بيامي وكو دايتي زواج اوان ليك ان شاء الله بس غلطت عن الرن بجواني ورد بنو لك هاتي خويا عند جياني خويا وداهاتو رابرتيان جياني دي خوش بنسر هي وادار مهمو كنجو كديلان خويا شرا سركوتيو كال جياني خوك سي كي جواني ركوبي كاب حاصل جياني نخشج بالوالي لقات جنينه يا ناوا كسكر بس لو عيني كجنيان هنا او كجنيان هنا لا اني طبعا تنصح الشباب والشابات بانه يفكرون عندما يقبلون على بناء حياه زوجيه انه تكون حياتهم سعيده ويفكرون في مستقبلهم وفي ادامه ما قدموه بحياتهم السابقه انه يديموها بسعاده وبامان وتتمنى انه كل شاب يلقي نصفه الثاني اللي هي زوجه جميله ومثل ما يتمنى وأيضا تتمنى لكل فتاة أنه تتزوج زوج بما يهوى قلبها لكن تقول أنا ما أتمنى للمتزوجين أن يتزوجون مرة أخرى دستان خوش بو في روتا أصبا بنون دستان خوش بو هواي سكرتون تان بو خذلها مجيان تانا إن شاء الله أو يخطون هذه الخطوة نذكر بطرق التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وصفحة أهل المدينة هذه صفحتنا على الفيسبوك اللي هي الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة وأيضا صفحتنا الرسمية والوحيدة على موقع تويتر